بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلبة سنة أولى تجارة عربي انتظام وانتساب. النهاردة إن شاء الله هنشتغل المحاضرة الخامسة اللي هي كانت بديل يوم الخميس اللي كان يوم العطل. المحاضرة النهاردة محاضرة حجمها كبير، عندنا تقريبا أربع خمس نقاط هنتكلم فيهم، فهنحاول معلش في طول الوقت اللي قدامنا نحاول نتكلم عن الأربع خمس مواضيع دولت بشكل مختصر ويكون مفيد في نفس الوقت. ايه هما الاربع خمس مواضيع اللي هنتكلم عنهم النهارده؟ رقم واحد هنتكلم عن حاجه اسمها التشتت النسبي. اتنين هنتكلم عن حاجه اسمها القيمه او القيم المعياريه زد. تلاته هنتكلم عن مقياس او مقاييس الالتواء. أربعة هنتكلم عن القيم الشاذة أو المتطرفة. أخيرا موضوع مهم وكبير اسمه أو رسم اسمه الصندوق البياني. محاضرة تقيلة بس نحاول إن شاء الله بشكل مختصر نغطي تقريبا معظم الحاجات. نبدأ رقم واحد بالتشتت النسبي أو يسموه معامل الاختلاف. احنا في المحاضرة اللي قبليها أخذنا مقاييس اسمها تشتت مطلق اللي هما كانوا المدى والمدى الربيعي والانحراف المعياري. مقاييس التشتت المطلق بتستخدم عشان أحسب التشتت لمجموعة بيانات معينة، إنما لو أنا بقارن تشتت مجموعة بيانات بمجموعة بيانات تانية أو فئة بيانات بفئة بيانات تانية، لما نيجي نقارن التشتت بنعتمد على حاجة اسمها مقياس للتشتت النسبي أو يطلق عليه معامل الاختلاف. وده في منه شكلين أو صيغتين، يا إما بيساوي ع على س بار في 100، يعني انحراف معياري على وسط حسابي في 100، أو له شكل تاني يا إما ر 3 ناقص ر 1 على ر 3 زائد ر 1 في 100. ر 3 ده هو الرباعي الأعلى أو الثالث، ور 1 هو الرباعي الأدنى أو الربيع الأول. فإحنا بنستخدم معامل الاختلاف اللي هو مقياس للتشتت النسبي عشان نقارن بين مجموعتين أو فئتين. خلينا ناخد مع بعض مثال. لو عايزين نقارن عدالة توزيع الدخول في بلدين مثلا، يقول لك إذا علمت مثال إذا كانت لديك البيانات التالية. عندنا بيانات عن دولتين، بلد ألف والبلد ب، وعندي معلومتين عن كل بلد من الاثنين. عندي متوسط دخل الفرد اللي هو س بار، وعندي معلومة الانحراف المعياري عين لكل بلد من الاثنين. لو عندي متوسط دخل الفرد في البلد الأول كان 20,000 دولار، ومتوسط دخل الفرد في البلد الثاني 5,000 دولار، وعندي الانحراف المعياري لكل بلد من الاثنين، الانحراف المعياري للبلد الأول 10,000 دولار والبلد الثاني 3,000 دولار. السؤال، أي بلد من الاثنين الدخول فيها أكثر عدالة؟ أي بلد أكثر عدالة في توزيع الدخول؟ الطبيعي لما يقول لي أي بلد أكثر عدالة في توزيع الدخول أو توزيع الدخل، ده علاقة ده بالتشتت والتشتت النسبي. إن كلمة العدالة
عكس التشتت، بمعنى لو في بلد معينة دخول الناس قريبة لبعض يعني التشتت قليل فالعدالة أكتر، بينما في بلد تانية لو في اختلاف كبير ما بين دخول الناس يعني التشتت كبير فالعدالة قليلة. يبقى أنا عشان أقول أي بلد أقصى العدالة، إحنا عايزين نقول بطريقة أخرى أي بلد أقل تشتت. يبقى البلد اللي هي أقل تشتت في توزيع الدخل هي الدخول فيها بتكون إيه؟ أكثر عدالة. طب لما نيجي نقارن التشتت، أنا ما بجيبش تشتت بلد واحدة، لأن بقارن تشتت بلد ببلد تانية، يبقى لابد من استخدام حاجة اسمها معامل الاختلاف. يبقى احنا عشان نشوف مين انهي دولة أكثر عدالة، هنحسب معامل الاختلاف للبلد الأول وللبلد التاني، ومعامل الاختلاف الأقل يعني أقل تشتت، يبقى البلد الفلانية دي هي الأكثر عدالة. يبقى عشان نقول مين أكثر عدالة، تعالى نحسب معامل الاختلاف. معامل الاختلاف ليه شكلين، اختيارنا للشكل الأول أو الثاني هيتوقف على المعطيات اللي موجودة عندي. طبعا من المعطيات اللي موجودة عندي عطيني عين وسين با، يبقى أكيد هنستخدم الشكل إيه؟ الأول. يبقى معامل الاختلاف للبلد الأول عين 10,000 على 20,000 في 100 يطلع 50%. يبقى التشتت النسبي للبلد الأول 50%، بينما للبلد الثاني 3,000 على 5,000 في 100 يطلع 60%. معامل الاختلاف الأقل ده للبلد ألف، طالما معامل الاختلاف أقل يبقى إذن البلد ألف طالما أقل تشتت أو أقل معامل اختلاف يبقى البلد ألف هي الأكثر عدالة في توزيع الدخول. وهنقول لك كلمتين نظري على موضوع معامل الاختلاف تبقى ممكن تكتبه. أول حاجة إن معامل الاختلاف ليس له وحدة تمييز، يعني ما نقولش 50% دولار و 60% دولار، لا دي نسبة مئوية. يبقى أول ملاحظة خلي بالك معامل الاختلاف ليس له وحدة تمييز. طيب المعلومة الثانية أو الملاحظة الثانية، معامل الاختلاف بنستخدمه لمقارنة تشتت توزيع بتوزيع تاني، بلد ببلد تاني، مجموعة بمجموعة تانية. تالت حاجة، معامل الاختلاف الأقل معناه ايه؟ عدالة أكثر. وليه معنى كمان؟ أقل تشتت يعني أكثر تجانس. يبقى كلمة أقل تشتت يعني أكثر عدالة أو أكثر ايه؟ تجانس. الملاحظة الأخيرة إن معامل الاختلاف بشكل عام عبارة عن ايه؟ مقياس للتشتت على مقياس للنزعة المركزية. بشكل مختصر ده اللي يهمنا في أول جزء عندنا وهو التشتت النسبي أو معامل الاختلاف. هنمسح عشان نحاول ناخد الأربع خمس نقاط اللي احنا قلناهم، معلش هنتكلم بسرعة شوية وبشكل مختصر عشان نلحق نغطي معظم النقط اللي احنا قلنا عنها. هنتكلم عن رقم 2، عندنا النهارده العنوان بتاعنا القيمة أو القيم المعيارية زد. رقم 2 القيم أو القيمة المعيارية زد. زد دي عبارة عن إيه؟ قانون نقول لك بيصدق فيه. زد أو القيمة المعيارية زد عبارة عن س يعني القيمة ناقص وسط حسابي على انحراف معياري. يبقى زد عبارة عن القيمة يعني س ناقص س بار على عين، بيسموها الدرجة المعيارية أو القيمة المعيارية. بستخدم زد في إيه؟ أهم فرق ما بين القيمة المعيارية والتشتت النسبي، الاتنين بيستخدموا في المقارنة، ولكن التشتت النسبي بيقارن
توزيع بتوزيع، مجموعة بمجموعة، بلد ببلد. إنما القيمة المعيارية بتستخدم لمقارنة قيمة بقيمة أخرى. يعني مثلا لو أنا بتكلم على بلدين، لما أقارن ما بين البلد الأول والبلد الثاني بشكل عام فبلجأ للتشتت النسبي. إنما لما أقارن متوسط دخل مواطن معين بمواطن تاني بلجأ للقيمة المعيارية. لما نيجي نتكلم على مادتين، مادة الإحصاء ومادة الرياضة، لما تقارن ما بين درجات الإحصاء عموما ودرجات الرياضة فتقدر تستخدم التشتت النسبي. إنما لما تقارن درجة طالب في مادة الإحصاء بدرجته في مادة الرياضة يبقى تلجأ للقيمة المعيارية أو القيم المعيارية. يبقى بنؤكد مرة تانية، القيم المعيارية بنستخدمها لمقارنة قيمة بقيمة، درجة بدرجة. والقيمة المعيارية بتساوي إيه؟ القيمة الأصلية ناقص الوسط على الانحراف المعياري. خلينا نقول الكلام ده بمثال صغير. هنفترض إن طالب دخل امتحانين، دخل امتحان رياضة ودخل امتحان الإحصاء، الرياضة والإحصاء. في امتحان الرياضة الدرجة بتاعته نسميها س، واحد دخل امتحان الرياضة جاب مثلا 85، وفي امتحان الإحصاء مثلا جاب 95. عندي معلومة تانية، الوسط الحسابي والانحراف المعياري لكل امتحان. في الوسط الحسابي يعني س بار، يعني متوسط درجات الطلبة زملائه في المادة الأولى في الرياضة كانت 70، والانحراف المعياري كان 5. في امتحان الإحصاء كان متوسط درجات الطلبة كان 75، والانحراف المعياري كان 10. إيه هو السؤال؟ يقول لك في أي مادة يعتبر الطالب أكثر تفوقًا؟ في أي مادة من الاثنين الطالب يعتبر أكثر تفوقًا؟ البعض يقول لك السؤال ده سهل جدًا، المادة اللي جاب فيها درجة أعلى، هو جاب في الإحصاء كام؟ 95. طب في الرياضة جاب كام؟ 85. فالبعض يقول لك يبقى هو متفوق في الإحصاء. نقول له لا، مش امتحان الإحصاء احتمال يكون سهل جدًا وامتحان الرياضة يكون صعب جدًا، بحيث لو جاب 95 في الإحصاء ما يكونش متفوق، بينما لو جاب 85 في امتحان صعب جدا يعتبر ايه؟ متفوق. يبقى ممكن يبقى في اختلاف ما بين مستوى الامتحان بتاع الرياضه وبتاع الايه؟ الاحصاء. يبقى عشان لما تيجي تقارن درجه بدرجه ثانيه لابد من اللجوء الى او الاعتماد على الدرجه او القيمه المعياريه. انت بتقارن الدرجه الاصليه بالدرجه الاصليه؟ يقول لك اذا تحقق شرطين ثلاثه، لو امتحان الرياضه والاحصاء لهم نفس الوسط الحسابي ولهم نفس الانحراف المعياري ونفس حجم العينة هو وده غالبا بيبقى مختلف، اكيد يبقى في اختلاف يا في الوسط يا في الانحراف يا اما في حجم العينة. يبقى عشان نيجي نقارن ما بين درجة بدرجة لابد من الاعتماد على حاجة اسمها الايه؟ الدرجة المعيارية او القيمة المعيارية. يبقى عشان نقول الطالب متفوق في اي مادة هنحسب القيمة المعيارية او الدرجة المعيارية في الرياضة والدرجة المعيارية بتاعته في الإحصاء. طب زد بتساوي الدرجة الأصلية كانت 85، شيل منها الوسط الحسابي واسم على الانحراف، 85 ناقص 70، 15 على 5 بيساوي 3. يبقى الطالب درجته الأصلية 85 بس درجته المعيارية 3. طب الدرجة المعيارية في الإحصاء بتساوي الدرجة الأصلية ناقص الوسط الحسابي على الانحراف المعياري، اطرح واقسم يطلع باثنين. يبقى الطالب درجته المعياريه في الرياضه 3، درجته المعياريه في الاحصاء 2. يبقى اي درجه معياريه اكبر؟ درجته في الرياضه. يبقى الطالب اكثر تفوقا في امتحان او ماده الرياضه. ليه؟ عشان زد بتاعته في الرياضة أعلى من زد بتاعته في الإحصاء.
رغم ان الخداع الظاهري درجته في الرياضه اقل، انما احنا ما قارناش بالدرجه الاصليه. مره ثانيه، امتى نقارن الدرجه بالدرجه؟ لو اتحقق ثلاث شروط، نفس الوسط، نفس الانحراف، نفس حجم العينه، وده غالبا ما بيحصلش. يبقى لما نقارن درجه بدرجه لابد من الاعتماد على ايه؟ الدرجه المعياريه بالدرجه المعياريه. طب لو انت عايز تقارن مستوى امتحان الرياضه بمستوى امتحان الاحصاء، تلجا لحاجه اسمها التشتت النسبي او معامل الاختلاف. يبقى لو قارنت درجه بدرجه طالب بطالب يبقى تعتمد على القيمه المعياريه زد. في شويه ملاحظات نظري بنقولها من غير حتى ما اكتبها، ممكن تبقى انت تكتبها. يقول لك ايه؟ قيمه الزد هي دايما بتبقى الكبيره هي الكويسه، نقول له حسب الظاهره. لو انا بتكلم عن درجات للطلبه يبقى كل ما كانت الزد بتاعتك اكبر كل ما ده كان ده ايه؟ افضل. لو انا بتكلم عن انت دخلت سباق، سباحه 100 متر وسباحه 200 متر، انت هتبقى متفوق في انه الرياضه اللي بتحقق فيها وقت اقل. يبقى في الحاله دي زد الاقل معناها الايه؟ الافضل. يبقى اول ملاحظه، زد الكبيره مش دايما هي الافضل، احيانا زد الصغيره هي الايه؟ الافضل. ملاحظه ثانيه، هل الزد دائما موجبه؟ لا، زد لها ثلاث احتمالات، يا موجب يا سالب يا صفر. طب ايه المعنى بتاعها؟ كل ما كانت الزد موجبه معناها ان القيمه الاصليه كانت اكبر من الوسط الحسابي. يبقى الزد الموجبه معناها ايه؟ ان القيمه الاصليه اكبر من الوسط الحسابي. طب زد لو سالبه معناها ايه؟ ان الدرجه الاصليه كانت اقل من الوسط الحسابي. طب زد صفر معناها ايه؟ ان الدرجه الاصليه كانت بتساوي الوسط الحسابي. طب معنى زد يعني ايه التلاته؟ يقول لك موجب تلاته يعني درجتك الاصليه كانت اعلى من الوسط الحسابي بثلاث انحرافات معياريه، وتاكد 85 ناقص 70 ب 15، ال 15 يعملوا كام؟ 5؟ 3. طب يعني ايه زد باتنين؟ يعني انا درجتي الاصليه كانت اكبر من الوسط الحسابي بكام انحراف معياري؟ 2. تاكد 95 ناقص 75 الفرق كام؟ 20. ال 20 دي كام؟ 10؟ 2. يبقى يعني ايه درجتي المعياريه باتنين؟ يبقى انا درجتي الاصليه كانت اكبر من الوسط الحسابي باتنين انحراف معياري. ملاحظه كمان، قيم زد لو انا جبنا لكل الطلبه قيم الزد بتاعتهم، بعض الطلبه هيبقى الزد بتاعتهم موجبه، مين الطلبه دولك؟ اللي درجتهم فوق المتوسط. بعض الطلبه ليهم زد سالبه اللي هي درجتهم اقل من المتوسط. في طلبه درجه الزد بتاعتهم بصفر اللي درجتهم بتساوي المتوسط. طب لو جبنا متوسط جميع قيم الزد، في ملاحظتين لازم تكون عارفهم. متوسط قيم زد دائما تساوي الصفر، وتباين قيم زد دائما تساوي الواحد، والانحراف المعياري بتاع قيم زد دايما يساوي الواحد. يبقى لو كل الطلبه اللي قدامنا جبنا لهم الزد بتاعتهم، فبعض الزد بتاعتهم موجبه وبعضها سالبه وبعضها صفر، ولكن متوسط قيم الزد كلها لازم يطلع بيساوي صفر، تباين قيم الزد والانحراف المعياري بتاعها بيساوي كام؟ الواحد. ماشي، خلصنا رقم 2، وزي ما قلت قبل كده معلش احنا عايزين ايه؟ بنسرع شويه ونتكلم بشكل سريع عشان نلحق نحاول نخلص اكبر قدر من النقط اللي عندنا. عملنا رقم 1 معامل اختلاف، رقم 2 القيمه المعياريه، دلوقتي هنتكلم عن مقياس الالتواء. هنمسحه وهنبدا بعد كده اهو نكتب في رقم 3 وهي مقاييس الالتواء. احنا عملنا رقم 1 تشتت نسبي، 2 قيم معياريه، 3 مقاييس الالتواء.
احنا قلنا في احد المحاضرات قبل كده ان اي توزيع او اي بيانات ممكن يديها صفة من ثلاثة. ممكن لو رسمنا منحنى تكرار ممكن يطلع بالشكل ده، او رسمنا المنحنى التكراري او المدرج يطلع بالشكل ده، او ممكن يطلع بالشكل العكسي ده. فقلنا التوزيع ده او البيانات دي تسمى ايه؟ ملتوية لليمين، التوزيع ملتوي لليمين، او يطلق عليه موجب الالتواء. وقلنا في مثال عليه قبل كده هو درجات الامتحان. ده مثال على امتحان صعب بتلاقي أغلبية الطلبة جايبة درجات قليلة. احنا ما نقولش امتحان صعب، نقول ايه؟ درجات الطلبة ذات التواء اليمين أو موجب الالتواء. والعكس في الشمال يقول لك ايه؟ ده ملتوي لليسار أو سالب الالتواء. كل ده بالشبه. في النص يقول لك ده التوزيع ده متماثل او صفر التواء. احنا كنا بنحكم على الالتواء بالشبه بشكل التوزيع. لا، النهارده عندنا مقاييس او قوانين تحسب لنا الالتواء. اي مقياس للالتواء بيطلع له قيمه من ثلاثه، يا اما هيطلع قيمه موجبه او صفر او سالبه. طب ايه هي المقاييس؟ عندنا ثلاث مقاييس للالتواء. عندنا ثلاث مقاييس للالتواء. اول مقياس منهم يساوي س بار اللي هو الوسط ناقص م يعني المنوال على عين يعني الانحراف المعياري. ده أول صيغة أو أول شكل لمقياس الالتواء. نمرة اتنين، مقياس الالتواء الصيغة الثانية، تلاتة مضروبة فيه س بار ناقص ر اتنين يعني الوسيط، تلاتة مضروبة في وسط ناقص وسيط على انحراف معياري. في صيغة تالتة يقول لك مقياس الالتواء بيساوي ر تلاتة ناقص ر اتنين يعني رباعي اعلى ناقص وسيط ناقص وسيط ناقص رباعي ادنى على ر تلاتة ناقص ر واحد. اي مقياس من الثلاث مقاييس دول احتمال يطلع موجب او سالب او صفر. اي مقياس من الثلاثة لو طلع موجب قول الالتواء اليمين، اي مقياس من الثلاثة لو طلع سالب يبقى الالتواء اليسار، اي مقياس من الثلاثة لو طلع بيساوي صفر يبقى التوزيع يقال عليه ايه؟ متماثل. طب وانا بحل اي مسألة اختار اي صيغة من الثلاثة حسب المعلومات اللي بيديها لك. يعني لو اعطلك وسط والمنوال والانحراف اطرح واقسم وجيب معامل الالتواء. لو اعطلك وسط ووسيط وانحراف استخدم. لو اعطاك ريه واحد واثنين وثلاثة استخدم. مهم لو في مسألة معينة استخدمت الثلاث صيغ بالتأكيد الثلاثة بيدوا إجابات مختلفة. غالبا بيختاروا في القيمة ولكن بيتفقوا في الإشارة. يعني كلهم ممكن يقولوا موجب، كلهم ممكن يقولوا سالب، كلهم ممكن يقولوا صفر. بس الاختلاف غالبا في القيمة وغالبا ما بيكونش فيه اختلاف في الإشارة. خلينا مش هنحل اختصارا للوقت على مقاييس الالتواء، هنحل مقاييس الالتواء. ولما نيجي نتكلم عن القيم الشاذة هنحل الاثنين دول واحنا بنتكلم عن الصندوق البياني. يبقى اللي يهمني تعرفوا ان مقاييس الالتواء في منها ثلاث صيغ. اي صيغة من الثلاثة يا تطلع موجبة يا سالبة يا صفر. حسب الإشارة أنت اللي بتقول الالتواء لليمين أو لليسار، أو لو بصفر يبقى الالتواء يبقى لا يوجد التواء يقل التوزيع ماله إن هو متماثل. خلينا نقول برضو بشكل مختصر القيم الشاذة. احنا قلنا في بداية محاضراتنا كلمة القيمة الشاذة كنا بنعرفها بالشبه. لما كنا نشوف رقم كبير جدا نقول عليه القيمة الشاذة
او لما نشوف رقم صغير جدا بنقول عليه قيمه شاذه. لا، احنا النهارده بطريقه محدده عايزين نحكم على اي رقم، امتى يبقى قيمه شاذه كبيره او امتى يبقى قيمه شاذه صغيره. يقول لك اي قيمه تعتبر شاذه اذا حصل حاجه من الاثنين، اي رقم عندك في المساله نعتبره قيمه شاذه اذا حاجه من الاثنين حصل، اذا كان الرقم او القيمه اكبر من حاجه معينه، او القيمه او الرقم اصغر من حاجه معينه. يقول لك اي رقم اذا كان اكبر من ر 3 زائد 1.5 في ر 3 ناقص ر 1، اذا الكلام ده حصل يقول لك يبقى القيمه اللي انت بتقول لي عليها نعتبرها قيمه شاذه. واللي بالازرق ليس مو السور العلمي، يبقى انا عشان تديني اي رقم اقول لك قيمه شاذه ولا لا، اقول لك استنى انا على نفسي حاجه اسمها ايه؟ السور العلمي. لو الرقم اللي انت عطوه لي اكبر منه يبقى هنسمي الرقم ده اللي هو ايه؟ قيمه شاذه. طب ساعات تديني رقم صغير انا مش عارف هو قيمه شاذه ولا لا، اقول لك استنى على نفسي حاجه، ر 1 ناقص 1.5 في ر 3 ناقص ر 1 اللي بالازرق ده يسموه السور السفلي. لو الرقم اللي انت بتسالني عنه كان اقل من السور السفلي اقول لك يبقى القيمه دي تعتبر قيمه ايه؟ شاذه. يبقى لو عندي رقم كبير وعايز اعرف هو قيمه شاذه ولا لا، احسب رقم اسمه السور العلوي لو طلع مثلا ب 80 وانت قايل لي انا معايا رقم اسمه 85، ال 85 اكبر من ال 80 يبقى ال 85 اسميها قيمه شاذه. لو اعطيني رقم صغير بتقول لي هو ده قيمه شاذه ولا لا، اقول لك استنى على نفسي حاجه اسمها السور السفلي. لو السور السفلي مثلا ب 10 يبقى اي رقم اصغر من ال 10 هسمي الرقم ده قيمه شاذه. وخلينا نحل على القيم الشاذه جوه اخر الموضوع واخر نقطه عندنا اسمها الصندوق البياني. يبقى اخيرا نتكلم عن الصندوق البياني، ودي اسئلته كتيره جدا. الصندوق البياني بشكل مختصر هو عباره عن رسمه بسيطه جدا، ادي جسم الصندوق اهو. جسم الصندوق بيحكمه رقمين، بنبدا من الشمال لليمين، ده اسمه ر 1 يعني الرباع الادنى، وده ر 3 يعني الرباع الاعلى. يبقى جسم الصندوق بيترسم بالرباع الادنى والرباع الاعلى. طب الصندوق بيبقى فيه خط في النص، مش لازم في النص بالظبط، الخط ده يناظر ر 2 يعني الوسيط. كل صندوق ليه طرفين، طرف لليمين وطرف للشمال. الطرف اليمين ده احيانا بيبقى يمينه فيه زي نجمه كده بنقول معناها ايه، واحيانا بتبقى فيه نجمه هنا. النجمه دي معناها قيمه شاذه كبيره. ولو في نجمه في الشمال دي بيطلق عليها ايه؟ قيمه شاذه صغيره. طب ايه الخطين اللي الصندوق وقف عندهم؟ يقول لك ده اسمه السور السفلي وده يسموه السور العلوي. مفيش طالب غالبا بيغلط في رسمة الصندوق نفسه، الغلطة كلها في الطرفين، في اليمين بنقف لغاية فين وفي الشمال بنقف لغاية فين. طب يا ترى كل المسائل فيها قيم شاذة كبيرة وصغيرة ولا بعضها وبعضها؟ هنقول دلوقتي ازاي نرسم، وانت لازم تعرف حاجتين، ازاي ترسم ثم العكس. لو احنا جبنا لك الرسمة جاهزة ازاي تقرأ المعلومات اللي فيها؟
خلينا في الدقائق اللي فضلنا ناخد مسألة ازاي نرسم وازاي نقرأ الصندوق. بس خليك ملاحظ ان اي صندوق بيعتمد على خمس معلومات. دي اسمه اظهر قيمة، القيمة الشاذة الظاهرة معناها ايه؟ اظهر قيمة واكبر قيمة ورباع ادنى واعلى والوسيط. واحد يقول لك طب الصورة السفلي والعلوي، ده انت بتحسبهم بايدك. يبقى انا عشان اخليك ترسم لازم اديك كام معلومه؟ خمس معلومات، اصغر رقم واكبر رقم ورباع ادنى واعلى ووسيط. امال الصورين دول دي انت اللي هترسمهم مش احنا اللي هنعملهم لك. فخلينا نلحق نعمل اول مثال عندنا. يقول لك ايه؟ ارسم الصندوق البياني، ارسم الصندوق البياني من المعلومات التالية. يبقى هنديك كام معلومة؟ خمس معلومات. هندي لك أصغر وأكبر وريه تلاتة وريه واحد. استخدم الأرقام دي. ارسم الصندوق إذا علمت أن أكبر قيمة كانت 18، أصغر قيمة كانت 8، ريه 3 كان ب 14، ريه 2 كان ب 12، ريه 1 كان ب 10. دولت الخمس أرقام اللي من خلالهم نقدر نرسم الصندوق. واحفظ معايا قبل ما تفهم ازاي الصندوق يترسم، في خطوات مش محتاجة فهم، محتاجة حفظ فقط. تعالى مع بعض نحفظ الخطوات ايه. قبل ما ترسم الخطوة الأولى أو قبل الأولى، احسب السور العلوي والسور السفلي. يبقى قبل ما ترسم احسب حاجة اسمها السور العلوي والسور السفلي. لسه من شوية كنا كاتبين السور العلوي والسفلي من غير ما اكتب مرة تانية. السور العلوي كان بيبدأ بريه 3، ريه 3 اللي هي كام؟ 14 زائد 1.5 مضروبة في الفرق ما بين ريه 3 وريه 1، ريه 3 ب 14 ناقص ريه 1 بكام؟ ب 10، يبقى بيساوي 14 زائد 14 ناقص 10 ب 4، 4 في 1.5 ب 6، يبقى السور العلوي بكام؟ ب 20. ويحسب حاجة اسمها السور السفلي، مسحناه من شوية، كان بيبدأ بإيه؟ يبدأ بريه 1. مين هي ريه 1؟ ب 10 ناقص. لاحظ إن الجزء اللي أنت بتجمعه في السور العلوي هو نفس الجزء اللي بتطرحه في السور السفلي، فمفيش داعي تحسبه من أول وجديد. مش احنا جمعنا 6 يبقى نطرح 6، يبقى 10 ناقص 6 4. يبقى أول خطوة احسب السور العلوي والسور السفلي. وفاكر من شوية كانت في حاجة اسمها القيم الشاذة، بنعرف منين القيم الشاذة؟ يقول لك أي رقم أكبر من السور العلوي يبقى اسمه قيمة شاذة، وأي رقم أصغر من السور السفلي يبقى اسمه قيمة شاذة. قبل ما تحسب ارجع للمسألة. أنت بتشك في مين فيهم يبقى قيم شاذة؟ دايماً الشك في الأرقام الكبيرة أو الأرقام الإيه؟ الصغيرة. فامسك أكبر رقم في المسألة كان كام؟ 18. هل ال 18 دي قيمة شاذة ولا لا؟ يقول لك إذا كانت ال 18 أكبر من السور العلوي يبقى ال 18 قيمة شاذة. هل ال 18 أكبر من ال 20؟ لا، يبقى ال 18 دي ليست قيمة شاذة. طب بص على ال 8. إمتى ال 8 تبقى قيمة شاذة؟ مش دي قيمة صغيرة؟ يقول لك إذا كانت أصغر من السور السفلي. طب هو السور السفلي بكام؟ بأربعة. هل ال 8 أصغر من الأربعة؟ لا. يبقى لا توجد قيم شاذة كبيرة ولا قيم شاذة صغيرة. وهنشوف لو في وقت نقول طب لو في قيم شاذة إيه اللي يحصل؟ طيب خلاص بنينا السور العلوي والسفلي وبالنظر لقينا إيه؟ لا توجد شاذة
كبيرة ولا توجد شاذة صغيرة. نبدأ الخطوة الثانية، اعمل مقياس للرسم. الخطوة الثانية هنعمل مقياس للرسم. ازاي مقياس؟ يعني اعمل خط بالمسطرة كده اهو بالقلم والرصاص، لازم يبدأ من أصغر رقم في المسألة لغاية أكبر رقم في المسألة. بص على أصغر وأكبر، أصغر مين هو؟ الثمانية، يبقى مقياس الرسم هيبدأ من أول كام؟ 8، ولازم يقف عند الكام؟ 18، يبقى أنا عايز أرسم من 8 لغاية 18. أنت قسمها واحد أو اثنين، ممكن نقسمها اثنين، يبقى 8 مثلا 10، 12، 14، 16، 18. ده اللي بقول لك تحفظه، يبقى مقياس الرسم لازم يبدا من اصغر قيمه لغايه اكبر قيمه. ثم ابدا ارسم الصندوق نفسه. لو انتم فاكرين قلنا الصندوق نفسه بيبدا من ره 1 لغايه ره 3. ره 1 ب 10، ره 3 ب 14. يبقى نعمل صندوق يبدا من 10 لغايه 14. وبنقول لك مفيش طالب غالبا بيغلط في الصندوق ده. الصندوق بيبدا من ره 1 لغايه ره 3، وفي خط في النص بيتعمل، خط بتاع ايه؟ بتاع الوسيط. الخطا ان البعض دايما بيحط الوسيط في النص، لا، حسب القيمه. الوسيط كان بكام؟ ب 11، يبقى ال 11 بتتحط ما بين كام وكام؟ ما بين 10 و 12، يبقى الوسيط هنا. ودي اظن كتير هيعملوها صح. جسم الصندوق المشكلة فقط في مين؟ الطرف ده هيروح لغاية فين؟ والطرف ده هيروح لغاية فين؟ احفظ اللي بقولهولك. في عندنا طرف أيمن وطرف أيسر. الطرف الأيمن للصندوق بيبدأ من أول، يبدأ من ره 3. الطرف الأيمن أهو بيبدأ من ره 3، حتى احفظ بقى بيوصل لغاية يا إما أكبر قيمة أو السور العلوي، أيهما أصغر؟ أيهما أصغر؟ يبقى الطرف اليمين هيبدأ من ره 3 يمشي لغاية مين؟ هي أكبر قيمة. أكبر قيمة كانت كام؟ 18. أو هيقف عند مين؟ السور العلوي. كان بكام السور العلوي؟ ب 20. المفروض يقف عند مين فيهم؟ أيهما إيه؟ أصغر. مين أصغر، ال 18 ولا ال 20؟ ال 18. يبقى السور العلوي هيمشي لغاية ال 18. هتقولي مفيش نجمة ليه؟ ما مفيش قيم شاذة. الطرف الأيسر من الصندوق، الطرف الأيسر اللي هو اللي على الشمال اكيد بيبدا من اول مين؟ ر 1. يبدا من ر 1 حتى بالشبه اللي هو اللي هيقف لغايه مين؟ هيقف لغايه اصغر قيمه او السور السفلي. تتوقع نقول ايه؟ ايهما اكبر؟ ايهما اكبر؟ مين أصغر قيمة في المسألة عندنا كانت كام؟ 8. السور السفلي كان بكام؟ ب 4. أنا بقول لك وقف عند مين فيهم؟ أيهما إيه؟ أكبر. مين الأكبر فيهم هو؟ 8. يبقى السور اللي من الشمال، قصدي الطرف الأيسر، هيمشي ويقف عند كام؟ 8. أدينا رسمنا الصندوق. بعد ما بنرسم الصندوق عندنا اسئله ممكن توصل لغايه 15 سؤال على الصندوق ده. يعني احنا ممكن نخليك ترسم زي ما عملنا، وممكن ندي لك الرسم جاهز ونطلب عليه شويه اسئله. كنا بنقول لو انا عندي الصندوق جاهز اقدر اسالك شويه اسئله. خلي بالك دلوقتي علينا حاجتين، هنفترض الصندوق جاهز وهسالك شويه اسئله، ثم سؤال تاني هنغير في ارقام المساله بحيث تظهر عندي قيم شاذه. تعال نقول اذا لديك
الصندوق التالي، نفترض ان الصندوق ده عنده رقم واحد، هات لي ريه واحد، ريه اتنين، ريه تلاته، كل دي اسئله. ريه واحد هتبص على الرقم ده، ريه واحد يساوي كام؟ 10. طلبت منك ريه اتنين، ريه اتنين عند الكام؟ 11. ريه تلاته هتقول لي كام؟ 14. يبقى انا سالتك على الرباعي الادنى والاعلى والوسيط. نيجي نسألك رقم 4، مقاييس تشتت زي المدى، فاكر المدى بيساوي ايه؟ أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة، 18 ناقص 8، 17. ممكن أسألك على المدى الربيعي، فاكر المدى الربيعي بيساوي ايه؟ ر 3 ناقص ر 1، 14 ناقص 10 بيساوي 4. ممكن أسألك على معامل الاختلاف، ارجع لمعامل الاختلاف، كان في صيغه يقول لك ايه؟ ر 3 ناقص ر 1 على ر 3 زائد ر 1، ر 3 14 ناقص ر 1 10 على 14 زائد 10 في 100، ما انت احسبها. ممكن اسالك على معامل التواء، معامل الالتواء اسالك على الاشاره بتاعته من غير حسابات حتى، سالبه ولا موجبه ولا صفر؟ تعرفها بالشبه، لو الحته دي كبيره فده يسموه التواء لليمين او التواء ايه؟ موجب، من غير ما نحسب. والعكس لو المسافه الطويله دي على الشمال، يعني الوسيط كان هنا اهو، فيسموه ايه؟ التواء سالب او التواء للشمال. فزي ما بقول لك ممكن واسالك هل توجد قيم شاذة؟ تقول لي لا توجد. ليه؟ عشان اكبر قيمه ما هياش اكبر من السور العلوي، اصغر قيمه ما هياش اصغر من السور السفلي. طب اخيرا هنعمل حاجه بس صغيره في المساله اللي عندنا، لو غيرنا المعلومات اللي عطوها لك، لو افترضنا ان اكبر قيمه كانت مثلا 22، هنعيد حل المثال بافتراض ان اكبر قيمه 22، تعال نقول لك ايه اللي ممكن يحصل. اول خطوه لما نيجي نرسم الصندوق بقول لك ايه؟ احسب، احنا معلش قلنا اكبر قيمه 22. مرة تانية لما نيجي نرسم الصندوق أول خطوة بقول لك إيه؟ احسب لي إيه؟ السور العلوي والسور السفلي، السور العلوي طبعا بـ20 والسفلي بكام؟ بـ4. بقول لك بص يا ترى في قيم شاذة ولا لأ؟ هتمسك أكبر قيمة كانت بكام؟ 22. قارنها بمين؟ بالسور العلوي، مش الـ 22 دي أكبر من الـ 20؟ يبقى الـ 22 دي على الرسم هتبان في شكل نجمة، يبقى اسمها قيمة شاذة. طب بص على الثمانية، هل الثمانية دي أصغر؟ لا، يبقى الثمانية ليست قيمة إيه؟ شاذة. تخيل لو الثمانية دي كانت 2، مش الاثنين أصغر من الأربعة، كنت عملت نجمة هنا أهو. يبقى خد بالك، ممكن المسألة لا توجد بها أي قيم شاذة، ممكن يبقى في قيمة شاذة في اليمين، أو قيمة شاذة في الشمال، أو قيم شاذة في الناحيتين. لو حفظت الخطوات يغطوا لك اي فكره ممكن تيجي في دماغك، ان عدم وجود قيم شاذه، او وجود قيم شاذه في الطرفين، او شاذه في اليمين، او شاذه في الشمال. نكمل فكرتنا، اكبر رقم اكبر من القيمه من السور العلوي يبقى توجد قيم ايه؟ شاذه. نيجي الخطوه اللي بعديها، عملنا ايه؟ قلنا بنعمل مقياس الرسم. مقياس الرسم قلنا بيبدا منين لمنين؟ بيبدا من أصغر قيمة لغاية أكبر قيمة. ملاحظين اللي اتغير في المسألة؟ إن أكبر قيمة بقت كام؟ 22. يبقى مقياس الرسم يبدأ من أول 8 لغاية 22. نيجي النقطة اللي بعديها، نرسم الصندوق، الصندوق نفسه بيبدأ من اللي منين؟ الصندوق بيبدأ من ر 1 لغاية ر 3، من 10 لغاية 14.
طب افترض بالعكس، غيرنا ليه 2 وخليناها 13 مثلا، يبقى الصندوق هيبدأ من 10 لغاية 14، والشرطة اللي في النص هتقف عند مين؟ ره 2. ره 2 في المسألة دي بقى كام؟ 13. نيجي للجزء اللي بيلخبط، الطرف اليمين هيقف لغاية فين؟ القاعدة بيقول لك إيه؟ أقف لغاية يا إما أكبر قيمة أو السور العلوي أيهما أصغر. أكبر قيمة في المسألة خليناها 22، والسور السفلي السور العلوي كام؟ 20. إحنا بنقف عند مين؟ أيهما إيه؟ أيهما أصغر. يبقى الرسم هيقف عند مين؟ عند ال 20. يبقى الخط يمشي ويقف عند ال 20. طب وال 22 كانت في المسألة، قلنا دي تعتبر قيمة إيه؟ شاذة. طب الناحية الشمال بنقف عند أصغر قيمة أو السور السفلي أيهما أكبر؟ ما حصلش فيها تغيير، أصغر قيمة 8، السور السفلي بـ4، مين أكبر واحدة فيهم؟ هي الـ 8، يبقى السور هيقف لغاية الـ 8. وزي ما بقول لك، أنت من غير ما تفكر كتير، دي الخطوات الثابتة لرسم أي صندوق. بس اعرف إن أي صندوق ليه كام احتمال، يا إما عدم وجود قيم شاذة، أو وجود قيمة شاذة في اليمين، أو وجود قيمة شاذة في الشمال، أو وجود قيم شاذة في الناحيتين. طب وأي صندوق مش هيفرج عن حاجة من التلاتة، الوسيط، يا إما الوسيط في النص بالظبط يبقى اسمه متماثل، يا إما الوسيط في الجنب ده يبقى اسمه التواء لليسار، أو العكس يبقى اسمه التواء لليمين. معلش إحنا حاولنا في المحاضرة دي نقول الخمس مواضيع، وهم خمس مواضيع كبار، بس عشان قيد الوقت حاولنا نقولهم بشكل مختصر. نتمنى يبقى اللي احنا قلناه بشكل مختصر يبقى فيه شيء من الإفادة بالنسبة لكم. ومتشكر ليكم، ونقابلكم المرة الجاية إن شاء الله. شكرا لكم.